السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بالخيرات والمسرات. اليوم جايب لكم يعني بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك، هذا المحل انا اعتبره من افضل المطاعم اللي تقدم وجبه المنتو واليغموش. هذه ما هي دعايه، يعني انا قلت له صاحب المحل بصور، فهو رجال اذن لي، فجربوا هذا المطعم. طبعا المطعم موجود بقلب الشاشه في اول طريق الامام البخاري، هنا عندنا اول طريق الامام البخاري على اليمين، محل اسمه روز، صح؟ السلام عليكم. انا استاذنت من الاخ، قلت له بصور كذا، بعمل مقطع لبعض الاخوه. معلش اعطينا ايش فكره المنتو هذا، ايش فيه، عباره عن ايش يعني؟ لا توضحنا يا شيخ. ها؟ لا توضحنا. لا عادي، عشان الناس تعرف، لانه في ناس كثير مثلا من خارج المملكه يتابعونا. بس هي عباره عن عجينه، ايوه، محشيه مفروم باللحم مع اضافه بصل وبهارات، ويستوي على قدر البخار. ايوه، على البخار. هي هذه الفكره يعني، هذه هي المنتو. هذا صراحه الشغل الفاخر من الاخر. واليغموش عجينه نفسها، بس انه لا، اليغموش عجينه تختلف كليا. تختلف، خلاص الفكره. المهم تعالوا هنا على المحل وان شاء الله الرجال بيظبطكم. يعني عندك الحبتين هي بريال، صح؟ المنتو، وهناك نفس الشيء. خلاص هذه الاشياء، هذه الاصناف اللي عندهم موجوده. والله صراحه بيستاهل نعمل لهم دعايه. هي دعايه، باخذ اغراض وبدفع حقها، يعني ما هي قصه انه والله. طيب خلاص، حط لي 7 منتو و3 يغمش. هذا المكان شايفين بأول شارع الإمام البخاري، عشان أوضح لكم في العزيزية. هذه إشارة الشارع الإمام البخاري، ما هي بعيدة. فهذا هو المحل، منتو يغمش روز. هذا بالنسبة لي يعني، فهو من أفضل المحلات. يعني جربت عدة مطاعم، لكن إلى الآن هو الأفضل بلا منازع. لذلك أنا ما أروح إلا عنده، يعني مع أنه بيتي يعني في السلام، لكن مضرب مشوار عشان. في رمضان انتم شغالين، صح؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله، عاد انتم موسمكم يمكن في رمضان كمان. الحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك لكم ويعطيك الف عافيه. اضافات شطه كمان. ايه، حط لنا شطه، معلش. يلا، التوفيق للجميع.